الشعب العنيد؟ ايه رح قلكن ليش بقولوا عنا نحن الشعب العنيد. ليه؟ مثلا مرة انا كنت رايح بالسيارة وصلت على مفرق بعكس السير، فتت بالمفرق واز يا حبيبي جاي بعكس السير. حبيبي عارف حالي بعكس السير، رجع مرني. يا حبيبي في سيارات وراي، انت حاطط انك جاي بعكس السير، تفضل ارجع. رجع انت والسيارات اللي وراك رجعوا من هون، مش بتزحزح. يا حبيبي شو ما بتفهم حضرتك؟ ما شايف الارما حضرتك فايت بعكس السير، في وراي 20 سيارة ونحن باخر الزروب اسيس، تفضل ارجع عمول معروف. حبيبي عارف حالي بعكس السير، وانت حضرتك بدك ترجع انت والسيارات اللي وراكم ارجعوا، انا من هون مش متزحزح. وتحت الشباك يا حبيبي عم بتشتت الدنيا، تاخرنا على شغلنا، عمول معروف حضرتك جاي ضد القانون، تفضل ارجع وخلينا نمره. ما تكبر راس معي، من هون ما رح يتزحزح، ارجع انت وياهم. ارجعوا كلكم يا حبيبي من هون مش متزحزح. قد ايه بدكم تقعدوا؟ وبعد 3 ساعات يا ولادي ما عم يرجع وما رح يرجع. يا حبيبي بدي اروح شغل. يا حبيبي بكبر راس علي، عم لك من هون مش متزحزح وما رح يرجع. روح انت وياهم كله، مسطيل انتو. لك يا حبيبي جاي بعكس السير، بأي منطقة عم تحكي؟ المنطقة العوش تبعي، ارجع انت وياهم كله. شوف وين هو؟ رزق الله منه معي هلا. يا حبيبي بدنا نروح على شغلنا، اطلع بسيارتك وبرجع بقى، في 20 سيارة وراي حضرتك بعكس السير. 42 مش متزحزح من هون. ارجع بقى لك انا عنيدها. ارجع ارجع. شفتوا يا بابي ليش بيقولوا عنا نحن الشعب العنيد؟